أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا. بين تقديم المساعدات العسكرية وإدانة التصعيد، يتأرجح الموقف الأمريكي تجاه العدوان الإسرائيلي الذي امتد من قطاع غزة إلى لبنان. لا تزال التحذيرات مستمرة من مغبة العدوان المستمر على عدة جبهات دون أمل قريب في إنهاء الصراع الذي بات ينذر بحرب شاملة قد تجعل المنطقة على حافة الهاوية. خطة اليوم التالي في لبنان، هذا ما أعلنت عنه الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية، معلنة أنها تواصل محادثاتها مع إسرائيل لاتخاذ الخطوات الصحيحة التالية في لبنان، وذلك بالتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة تواجدها العسكري في الشرق الأوسط. ماذا عن تناقض الموقف الأمريكي؟ هل تنجح الولايات المتحدة في تراجع إسرائيل عن تصعيدها في لبنان؟ هذا ما سوف نناقشه في ملف هذا اليوم. أهلا بكم. غزة، محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقائها. إذن نحييكم من جديد في ملف اليوم، وإليكم أبرز العناوين. الولايات المتحدة تحذر من حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. إسرائيل تستعد للتوغل البري في لبنان وواشنطن تحذر. في التفاصيل، سلطت مجلة فورين أفيرز الأمريكية الضوء على التصعيد المستمر من جانب حكومة الاحتلال وصراعها مع حزب الله في لبنان، مؤكدة أن هذا الصراع قد يتسبب قريبا في حرب إقليمية واسعة بالشرق الأوسط. المجلة الأمريكية قالت إن إسرائيل ترى أن العمل العسكري المكثف من شأنه أن يدفع حزب الله إلى التراجع، فهذه الاستراتيجية تسمى التصعيد لخفض التصعيد، لكنها نادراً ما تحقق النتائج المرجوة منها. مجلة فورين أفيرز أيضاً أكدت على إصرار حزب الله بأن وقف هجماته على إسرائيل مرهونة بوقف إطلاق النار في القطاع، إلا أن الأمر برمته تغير بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إذ يتوقع كثيرون أن يثأر الحزب لاغتيال قياداته. أيضاً المجلة الأمريكية أوضحت أن إدارة بايدن أقرت الآن بأنه ليس هناك اتفاق وشيك للتهدئة، كما أن فرصة التوصل إلى اتفاق تغلق بسرعة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لا تتوانى الولايات المتحدة عن إثبات دعمها اللامتناهي لإسرائيل، ولكن في زحام الصراعات الإقليمية والتقلبات الجيوسياسية تقف الولايات المتحدة في مفترق طرق مع محاولاتها الموازنة بين دورها كحليف تاريخي لإسرائيل وبين مسؤوليتها كقوة عظمى تسعى لإخماد نيران حرب قد تلتهم المنطقة بأسرها. يظل التناقض الأمريكي واضحا في مواقفها، من جهة ترفض التصعيد ومن جهة أخرى تعزز وجودها العسكري في المنطقة. في ظل هذا المشهد المعقد، يبقى السؤال مطروحاً، إلى أي مدى يمكن لواشنطن كبح جماحي إسرائيل؟ حالة من التناقض الفج تعيشها الولايات المتحدة، فبينما تتحدث عن خطورة التصعيد الحالي في منطقة الشرق الأوسط، تواصل دعمها لإسرائيل لتعزيز وجود القوات الأمريكية في المنطقة لحماية إسرائيل. التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة تشير إلى تأثير ملحوظ لإدارة بايدن على التوجهات الإسرائيلية في إدارة الحرب، ما يثير تساؤلات، خاصة أن واشنطن تبرأت علانية من سلسلة الاغتيالات التي جرت في لبنان وغيرها.
جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض أوضح أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل لن تتمكن من إعادة سكانها إلى منازلهم بأمان إذا استمرت في حرب شاملة ضد حزب الله أو إيران، ما يعد بمثابة رسالة تحذير أمريكية بشكل غير مباشر لنتنياهو من مخاطر اتساع رقعة الصراع ليس على المنطقة فحسب بل على تل أبيب أيضا. الخطوة التالية في لبنان، هذا ما تبحثه الآن واشنطن مع تل أبيب عبر محادثات مستمرة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لتجنب المزيد من التصعيد في محاولة لتحجيم الصراع الآخذ في التنامي بالمنطقة. وبعد تنصل الولايات المتحدة من سياسة الاغتيالات التي تتبعها إسرائيل على مدار الأشهر الماضية وعدم اتخاذ موقف جدي تجاهها، يواجه الموقف الأمريكي اتهامات بالتناقض، خاصة أن وزارة الدفاع الأمريكية تعزز من تواجدها في الشرق الأوسط دعماً لإسرائيل. فهل تستطيع واشنطن أن توازن بين دعمها اللامحدود لإسرائيل وبين تهدئة التوترات الإقليمية المتصاعدة؟ إذا نبدأ النقاش والتحليل، معنا من القاهرة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، من بيروت الأستاذ سركيس أبو زيد الكاتب والباحث السياسي، والعميد أندري أبو معشر الخبير في الشؤون العسكرية. أرحب بضيوفي الأكارم معي في هذه الحلقة، وأستهل مع الدكتور حامد. بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله، هل نتحدث عن نهاية تصعيد مع الحزب أو مقدمة لتصعيد أكبر مع كل ما نتابعه من تصريحات إسرائيلية؟ أهلا بحضرتك فندم، وأهلا بمشاهدي القاهرة الإخبارية وبضيوف القاهرة الإخبارية. في ظني وتقديري أننا أمام منحنى خطير، أمام مفترق طرق تاريخي للمنطقة برمتها، خاصة أن اغتيال قيادات حزب الله وعلى رأسهم حسن نصر الله لن يثني الحزب عن التصعيد، ولن تستطيع إسرائيل أن تحقق أهدافها المعلنة وهي عودة سكان الشمال إلى أراضيهم أو إلى مستعمراتهم مرة أخرى في شمال إسرائيل. ولنا في ذلك مثال واضح، وهو هل نجحت إسرائيل في الحصول على محتجزيها في قطاع غزة على الرغم من الحرب الضروس التي مورست على قطاع غزة وعلى البنية التحتية وعلى تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة واستشهاد ما لا يقل عن 50,000 فلسطيني و100,000 جريح. لم تستطع إسرائيل أن تعيد محتجزيها الموجودين لدى حماس حتى هذه اللحظة. وبإسقاط هذه النقطة على النقطة الجوهرية الأخرى وهي عودة سكان الشمال، أرى أن عملية نوعية برية من قبل إسرائيل باتجاه جنوب لبنان وإبعاد الحزب حتى إلى أقصى شمال لبنان وليس فقط إلى شمال نهر الليطاني لن تستطيع بموجبه إسرائيل أن تعيد محتجزيها. حتى وإن انتقل الحزب إلى سوريا ستستطيع الصواريخ الموجودة مع حزب الله بضرب العمق الإسرائيلي بشكل كبير، وبالتالي لابد أن تعلم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن عودة سكان الشمال إلى مستعمراتهم ومستوطناتهم لن يتم إلا بالطرق السياسية والدبلوماسية. دكتور حامد أعذرني، لماذا أتيت على ذكر احتمالية انتقال حزب الله إلى سوريا؟ لأن إسرائيل الهدف المعلن مبدئيا هو العمل على إعادة احتلال، من وجهة نظري إعادة احتلال الجنوب اللبناني، العمل على القيام على عملية برية في جنوب لبنان. سيكون هناك رد من قبل حزب الله على هذه العملية. هنا ستكون إسرائيل وتتحجج بهذه الذريعة لاستمرار عملياتها العسكرية، خاصة أن ذلك لابد أن نربطه بتصريحات يؤاف جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي السابقة الذي قال أنه من الممكن جدا أن يحول بيروت بكاملها إلى قطاع غزة جديد. طيب، أتحول بهذه الاحتماليات إلى سيد سركيس. لا يزال القصف الإسرائيلي، العدوان الإسرائيلي بضراوة مستمر على لبنان حتى
بعد هذه الحادثة الكبيرة واغتيال الأمين العام لحزب الله. استمراره بعنوانين عريضين، هل يفضي بنا إلى أنه بالأساس بنيامين نتنياهو لا يهتم لمحتجزيه في غزة، وبالأساس لا يهتم لمستوطنيه في الشمال؟ طبعا ما هذا اللي عبر عنه أكثر من مرة، يعني هو لم يهتم بهذا الموضوع لأنه لديه مشروع سياسي متطرف. يعني لدى نتنياهو مشروع بأنه يريد قيام إسرائيل الكبرى، وهو علنا يصرح بأنه ضد قيام حل على قاعدة الدولتين، هو ضد قيام دولة فلسطينية، هو ضد الخروج من غزة، هو يعني يريد إبادة الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من تحقيق الحلم. لذلك هو قال بأنه مستعد أن يضحي بالرهائن بالمسجونين حتى ولا وعدم الخروج وعدم إطلاقهم، ولن يتنازل عن المشروع العسكري الذي يقوم به. هو استراتيجيته قائمة على أساس الحرب الدائمة، لأنه على هذا الأساس يستطيع أن يعبئ الجمهور الإسرائيلي وتزداد شعبيته من جهة، ويستمر في الحكم لمدة أطول لأنه لا يريد أن يتخلى عن السلطة بالوقت الحالي، وهذا يعني بدأ يحققه ولاحظ بأن هناك شعبيته تزداد، وهذا يعطيه نوع من طموح لمزيد من الاعتداءات. حتى اليوم هناك تسريبات تقول بأن ممكن بداية الاجتياح لبنان ستبدأ الليلة، لأنه يريد أن يسرع هذه القوات حتى يحقق مكاسب معينة. من هنا أنا برأيي من جهة الموقف الأمريكي متناقض، وطبعا هذا التناقض آت بسبب الانتخابات الأمريكية، لأن هناك فريق جمهوري وفريق ديمقراطي، وبايدن يسعى إلى هدنة لعله يستفيد منها لزيادة شعبية الديمقراطيين، ولكن بنفس الوقت يعني لا يوجد موقف أمريكي واضح حول هذه المسائل. هناك انحياز كامل لإسرائيل، يعني حتى مؤخرا منذ بعض الأيام تبرعت يعني الولايات المتحدة الأمريكية بسبع مليارات لإسرائيل، بالإضافة إلى كل الدعم الذي توفره. هي أحيانا تصرح من أجل إرضاء الرأي العام العالمي أو الرأي العام الأوروبي أو غيره، ولكنها هي فعليا منحازة كليا مع إسرائيل، ولا تستطيع بالوقت الحالي ممارسة ضغط جدي على إسرائيل من أجل عدم الذهاب إلى حرب طويلة أو إلى حرب واسعة هي ترى بأنها غير مفيدة لمصلحتها. لذلك من جهة الموقف الأمريكي يعني معطل، ومن جهة أخرى الطرف الإسرائيلي ذاهب إلى التصعيد حتى النهاية من أجل تحقيق مشروعه بقيام إسرائيل الكبرى. يبدو أن هنالك الكثير من الخيوط بين أنها لا تستطيع ولا تريد يعني الولايات المتحدة فيما يتعلق بإسرائيل. سأعود مع حضرتك إلى هذه النقطة، ولكن أنتقل إلى العميد أندري. ونحن نتحدث عن المسؤولين الإسرائيليين وإسرائيل التي تريد أن تستغل الزخم الذي أصبح لديها بعد حسب قولها بعد تراجع خصمها حزب الله. في إطلالة اليوم للشيخ نعيم قاسم كان الحديث أن أمامهم ثلاثة تحديات يواجهها الحزب اليوم، وهي إعادة ضبط وترتيب صفوفه. كان يتحدث أيضا عن ردود حول الاغتيالات واستمرار مساندة غزة والدفاع عن لبنان. هل اليوم في واقعه الحالي وفي وضعه الحالي حزب الله قادر على مواجهة هذه الملفات الساخنة التي بين يديه؟ طبعا تعرض حزب الله لضربات موجعة من خلال اغتيال الأمين العام والحاق الضرر بقادة الصف الأول والضربات للترسانة الصاروخية والمواقع القتالية. إنما التصميم على استكمال المواجهة كان جليا فيما أعرب عنه النائب الأمين العام السيد نعيم قاسم، الذي أعاد التأكيد على أن سيكون هناك تلازم واستمرار بالتلازم ما بين جبهة الإسناد وجبهة غزة. هناك نية لإعادة ترميم الوضع الداخلي من خلال ترتيب الهيكلية القيادية، ترتيب منظومة القيادة والسيطرة، وترتيب الاستمرار في عملية القتال والتهيؤ لاحتمالية الغزو البري، حيث يكون سيعود التفوق التكتي، قد يكون التفوق التكتي إلى المقاومة، لأن سبق وأعدت الأرض لاحتمالية الغزو. كل هذه تبقى احتمالات ما بين إمكانية النجاح أو القدرة على التأثير على العدو الإسرائيلي الذي
يبدو أنه لا شيء سيوقف نتنياهو عن تحقيق أهدافه السياسية مهما كلف ذلك من مجازر أو من جرائم حرب. طيب. هو مصمم إلى الذهاب إلى الآخر، وقد يكون هدفه أبعد بكثير من تدمير أو القضاء على حزب الله. هو يحلم بالذهاب إلى إيران لتدمير القدرات النووية أو البرنامج النووي لإيران. سأذهب بموضوع أهدافه السياسية إلى الدكتور حامد، ولكن أخف قليلا معك سيادة العميد فيما يتعلق بأهداف نتنياهو وما يريده. ما الذي يمكن أن يحققه من دخول مغامرة إن صح توصيفها بعملية خاطفة برية أو باجتياح فعلي وإعادة محاولة إعادة احتلال لبنان؟ أولا الجيش الإسرائيلي أعد الخطط للبدء بغزو بري للبنان. القوى جاهزة على وضعية تأهب، والخطط تم الموافقة عليها، وبانتظار تحين الفرصة المناسبة للبدء بالغزو البري في حال اقتضى الأمر ذلك. وعلينا التمييز هنا ما بين الدخول في غزو بري شامل لاحتلال أراضٍ لبنانية لضمان سيطرة القوات الإسرائيلية، أم في دخول محدود لبعض المواقع لتنفيذ عمليات محددة لضرب منشآت قد تكون على شاكلة منشآت عماد 4 أو عماد 5 لتدمير قدرات حزب الله الصاروخية. إنما الخطأ الاستراتيجي الذي يمكن أن تقوم به إسرائيل اليوم، وتعتقد أنها تستغل النجاح الذي حققته من خلال بعض حزب الله بالدخول البري الذي قد يكون مقتلا لإسرائيل، بسبب أن إذا اليوم تقول إسرائيل أنها تحاول ضرب حزب الله على قاعدة فصل المسارات ما بين جبهة لبنان وجبهة غزة، إنما بذلك هي تعيد إعطاء المشروعية لحزب الله لاستمرار عمل المقاومة ضد أي احتلال، ولا خاصة احتلال أي غزو لإسرائيل. لأنه نشأة حزب الله هي بدأت سنة 1982 عندما بدأت إسرائيل بغزو لبنان ووصلت إلى مشارف بيروت، وقد يكون أن التاريخ يعيد نفسه. حزب الله يتحين الفرصة لاحتمالية تحقيق تفوق ميداني قد يعيد إلى حزب الله بعضا من الهيبة بسبب التضعضع الذي أصاب صفوفه القيادية والكتابية. أعود في نقطة مما كنا نتحدث أنا والعميد أندري عليها إلى الدكتور حامد فيما يتعلق بالأهداف، ولكن ببعد مختلف بالنسبة لأهداف نتنياهو. دكتور حامد، الولايات المتحدة تحدثت وما تزال تتحدث على أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله، ومع هذا الولايات المتحدة مكانك راوح حتى الآن، وهي بالعنوان العريض الحليف الأكبر لإسرائيل. هي تشد على يده، هي تدفعه، هي تحفزه من أجل أهدافه التي يريد أن يحققها نتنياهو. وهل هو فعلا على استعداد أن يفتح 7 جبهات وثماني جبهات وأن تبقى الجبهات جميعها مشتعلة؟ سؤال مهم جدا يا فندم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وبالنظر إلى دورها في المنطقة، دعينا نضع عنوان رئيس لهذا الدور المشبوه. يعني هو بالفعل دور الولايات المتحدة الأمريكية ما أشبه الليلة بالبارحة. ما قامت به الإدارة الأمريكية من دعم لا محدود لإسرائيل في غزوها واحتلالها لقطاع غزة، و عمل ما قامت به إسرائيل من إبادة جماعية وهدم البنية التحتية وتحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة لا يستطيع أحد العيش فيها، كانت الولايات المتحدة الأمريكية على مر أكثر من 11 شهر تقوم بدعم لا محدود سواء على المستوى العسكري. إحنا بنتحدث عن 500 سفينة حربية رصدت في إسرائيل محملة بكافة أنواع الأسلحة، ما لا يقل عن 200 طائرة، بالإضافة إلى 50,000 طن من الأسلحة والرشاشات ذهبت إلى إسرائيل. دعمها اللامحدود من خلال الدعم المادي، وآخرها ما وافقت عليه منذ أيام قليلة بدعم حوالي 8.7، بالإضافة إلى قبلها دعم لإسرائيل ب 26 مليار دولار، وقبلها 14 مليار، في 6 مليار، في 8 مليار. كل ذلك دليل قاطع على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بما لا ترغب في تحقيقه على واقع الأرض، بمعنى أنها تقول ولا تفعل. الولايات المتحدة الأمريكية طالما الأمور تسير لصالح تل أبيب في المنطقة فهي تغض الطرف عن أي شيء، بل إذا تعرض أمن إسرائيل للخطر فستقوم بشكل قاطع بحماية
أمن الدولة الإسرائيلية، وهذا لا يتوافق لا مع القوانين الدولية ولا القانون الدولي الإنساني، ولا من المفترض موقف الولايات المتحدة الأمريكية كهي من تجلس على كرسي رئاسة العالم، ومن المفترض أن تقوم بحل النزاعات والصراعات الممتدة. من يراجع وراءهم يا دكتور حامل؟ من يراجع ومن يحاسب ومن يتحدث اليوم عن قانون دولي بوجود كارثة أمريكا يا فندم. وإسرائيل؟ إحنا بنتحدث عن كارثة، بنتحدث عن حتى في مجلس الأمن القرار رقم 2735 تم إفراغه من مضمونه أكثر من 5 مرات، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أو العالم تمرير قرار في مجلس الأمن لوقف الحرب. صحيح. أتحدث أيضا عن عندما نقطة جوهرية جدا، وأنه عندما كنا نقول أن هناك خلافا جوهريا بين الإدارة الأمريكية من ناحية وحكومة نتنياهو من ناحية، وليس خلافا بين أمريكا وإسرائيل، عندما قامت المحكمة الجنائية الدولية بالتلويح فقط بتوقيع عقوبات على نتنياهو وعلى سموتريتش وبنغفير، نجد أن أول من وقف بالمرصاد للمحكمة الجنائية الدولية وكان هناك دكتور حامد اعذرني، ولكن سنعود لإكمال هذا الحوار، سننتقل مباشرة إلى هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي. أحاول أن أفهم ما إذا كانت الولايات المتحدة تحاول أن تحدد هذه العمليات، كيف نعلم أنها عمليات محدودة؟ كيف تضمنون هذا التصعيد ألا يتوسع؟ نحن مستمرون في المحادثات مع السلطات الإسرائيلية في الغرف المغلقة، هذه محادثات تعود لأشهر، وكنا واضحين حول ما نؤمن به على أنه هو الخيار الأفضل للضمان أن المواطنين الإسرائيليين يمكنهم العودة إلى منازلهم وأيضا المواطنين اللبنانيين. ولكن كما قلت هناك عدة أمور، واضح أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله. إذا نظرت إلى كيف يحدث هذا النزاع على مدار شمال إسرائيل، وكيف بدأ إن حزب الله هو من بدأ بشن هذه الغارات والهجمات في 8 أكتوبر، وقد استمر وهو لازال مستمر. إذا نظرت إلى ما قاله قادة حزب الله، حتى الآن هناك هجمات ضد إسرائيل، لذلك إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها ولديها الحق في شن هذه الهجمات ضد البنية العسكرية في لبنان، وأيضا لضمان أن يعود كل المدنيين من كل الجانبين إلى منازلهم. هل نرى حلولا دبلوماسية، حيث أن الأسبوع الماضي الولايات المتحدة وفرنسا قد طلبوا بوقف إطلاق النار في لبنان، لذلك إن الولايات المتحدة في هذه اللحظة لا تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن؟ ليس تماما، لقد سمعت الرئيس اليوم يتحدث بأننا سوف نستمر في طلب وقف إطلاق النار وندعم وقف إطلاق النار، ولكن في بعض الأحيان أعتقد أن الناس ربما يسيئوا فهمي أو لديهم مفهوم مختلف لما يعني وقف إطلاق النار، إنه ليس طرف واحد هو من يتوقف عن إطلاق النار، إنه اتفاق يضمن طرفين فيتوقفوا عن هذا التصعيد. لذلك أو 21 يوما من هذا المقترح لوقف إطلاق النار، كان لابد للطرفين أن يقفوا عن وقف إطلاق النار، وهذا ما نتحدث حوله مع الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي للوصول إلى هذا الهدف المشترك. وهناك أيضا عدة أمور يجب أن تحدث، لابد أن تكون هناك ضغوط عسكرية لتنسيق هذه الحلول الدبلوماسية للتأكد من أنه سلن يكون هناك تبعات، ونحن نتحدث مع إسرائيل حول كل هذه العناصر. هل زال مقترح وقف إطلاق النار على الطاولة مع إسرائيل؟ بالطبع لقد سمعت الرئيس يتحدث بشأنه اليوم، وإن وقف إطلاق النار كما قلت ليس على طرف أحادي أن يفعله، فهناك طرف آخر لابد أن يدافع عن نفسه، إنه اتفاق دبلوماسي على كلا الجانبين أن ينخرط به. ولكن كما سمعت الرئيس الجديد لحزب الله يقول أنهم مستمرون في هذه الهجمات ضد إسرائيل، لذلك العودة إلى هذا التاريخ، كيف بدأ هذا النزاع؟ على أن حزب الله بعد 7 أكتوبر بدأ بشن هذه الصواريخ ولم يتوقف إلى الآن، لذلك فإن إسرائيل هي أيضا لديها الحق في الدفاع عن نفسها. هل يمكنك أن توضح أو تساعدنا على فهم ما الذي تفعله الولايات
المتحدة حاليا. إذا هذا المقترح الـ21 يوم لازال مطروحا على الطاولة، ما الذي تفعلونه بالتحديد لإنهاء هذا بشكل دبلوماسي؟ ما الذي يفعله وزير الخارجية أو البيت الأبيض؟ لأنه ما يفهم مما تقوله أن مسؤولين الولايات المتحدة أو غيرهم من المسؤولين رفيع المستوى أنهم لا يتفقوا مع الجانب الإسرائيلي لأجل التصعيد، وأنت الآن لا تبدو أنك تختلف مع هذا الأمر. أنت تتحدث حول كيف يمكن أن تؤدي الضغوط العسكرية للوصول إلى الحلول الدبلوماسية. أود أن أفهم تحديدا ما الذي تفعلونه دبلوماسيا. نحن منخرطون في محادثات دبلوماسية مع كل الأطراف المعنية في المنطقة، مع الأطراف التي كانت في هذه الدعوة التي طرحناها الأسبوع الماضي، ونحن لازم نعمل الوصول إلى هذا المقترح. ولكن نظرت إلى التصريحات التي قد قمنا بها مع الاتحاد الأوروبي ومع مجموعة السبع وغيرهم من الشركاء العرب، هناك أيضا قرار محادثات دبلوماسية تطالب بتنفيذ 1701، وما تطلبوا تنفيذ هذا القرار أمر لم تفعله حزب الله أبدا، وهي أن تقوم بالانسحاب من الحدود، وهذا أمر كان من المفترض أن يحدث منذ عام. لذلك نحن لازلنا ندعم الحلول الدبلوماسية، ولكن يجب أن نكون واضحين أن هذا الأمر لا يقع فقط على عاتق إسرائيل، ولكن أيضا على حزب الله. ما الذي سيأتي بعد الحلول الدبلوماسية كحل لهذا النزاع؟ أود أن أتحدث قليلاً حول استراتيجية طويلة المدى. ما الذي يحدث مع لبنان الآن؟ يتحدث عن هذا الفراغ السياسي في البلاد؟ هل هذا أمر لدى الولايات المتحدة خطة طويلة المدى لأجله؟ هل تحدثتم مع الشركاء والحلفاء حول مستقبل لبنان؟ هل يمكنك أن تعطينا بعض مما تفهمه بشأن خطوات أو دور الولايات المتحدة في هذا السياق؟ أولاً، هناك مشاكل في الفراغ السياسي في لبنان لعدة وقت، وهذا بالتأكيد لأن حزب الله كان يمنع اختيار رئيس جديد وقام بمنع البرلمان. إنه واقع سيء وحزين أن هذا الفراغ السياسي موجودا ويمنع هذا البلد من التقدم ديمقراطيا لأجل حكومة سياسية منتخبة وأن يقوموا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن كقرار 1701 وغيرها من الإصلاحات السياسية التي تحدثنا بها مع الشركاء والحلفاء. سأقول أنه بالنظر إلى الأحداث على مدار الأيام السابقة، أظن أنه لازال مبكرا للغاية لننظر كيف سينتهي هذا الوضع. بالتأكيد إنه لصالح لأجل صالح شعب لبنان وباقي المنطقة، ليس من الجيد أن يظل حزب الله يتحكم في الأمور. بالطبع لابد أن يكون هناك حكم سياسي للتقدم، لأنهم هم السبب وراء هذه الهجمات التي تحدث على اللبنانيين وأيضا على الشعب المواطنين الأمريكيين في المنطقة. أين أو كيف سيكون مستقبل لبنان؟ أعتقد أنه من المبكر أن نتحدث حول هذا الأمر، ولكن أرغب في أن يكون الشعب اللبناني لديه القدرة على الاختيار، لا أن يقع رهينة لبعض المجموعات. في قمة الجمعية العامة في الأمم المتحدة، هل تحدثت على هناك نوع من سوء التواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار؟ لا أود أن أتحدث عن بعض التمييزات. قمنا ببعض التصريحات مع شركائنا ونظرائنا أن هناك تنسيق كامل، وفي نفس الوقت نحن نحظى بهذه المحادثات مع حكومة لبنان ومع حكومة إسرائيل، ونحن نقوم بهذا بالإضافة إلى كل المحادثات والجهود. وبالطبع ما رأيناه تفعله إسرائيل على مصدر 24 ساعة الماضية إنهم يتشاركون معنا هذه الأهداف بشأن الحلول الدبلوماسية. ما الذي يحدث بين الآن وحتى نصل إلى هذا الهدف المشترك؟ لا، لازلت أظن أنه مبكر للحديث من هذا الأمر. هناك تقارير في الصحف الإسرائيلية حول يحيى السنوار
أن لم يكن هناك أي تواصل معه على مدار الأسابيع الماضية، وأيضا تحدث وزير الخارجية على أن حماس لم تعد منخرطة في هذه المحادثات. هل يمكنك أن تعطينا أي تحديثات بالنظر إلى سؤالك الأول بخصوص السنوار؟ ليس لدي أي مستجدات فيما يتعلق بالمحادثات. ما كان يتحدث حوله وزير الخارجية أنه منذ أسابيع كنا نتحدث بعلانية حول هذا المقترح لمحاولة الضغط لأجل موافقة الطرفين، وهناك العديد من التفاصيل التي نعمل عليها لأجل أن نقوم بتقديم مقترح لرأب هذه الثغرات. ولكن ما حدث على مدار الأسابيع الماضية أن المنسقون أو الوسطاء الذين يتفاوضون مع حماس من مصر وقطر لم يستطيعوا أن يجعلهم منخرطون في هذه المفاوضات. إن مصر وقطر لتلاموا كانوا يعملون بجد. السبب أنك لم تري تقدم في هذه المفاوضات أننا لا يمكننا أن نحصل على إجابة واضحة من قبل حماس حول إذا كانوا سينخرطون في هذه المفاوضات أم لا. وهذا قام وزير الخارجية بطرح هذه التصريحات. نحن مستمرون في العمل، ولكن بالحديث على وقف إطلاق النار فيما يتعلق بحزب الله نحن نحتاج أن يكون هناك مسؤوليات من كلا الطرفين لمناقشة هذه القرارات. بالطبع نحن، وهذا لا يعني أن إسرائيل قد وافقت على وقف إطلاق النار بالكامل، هناك عدة تفاصيل وقضايا لا زالت تناقش. نحن لازلنا منخرطون مع الجانب الإسرائيلي حول هذه القضية وهذه العملية التي أتحدث حولها. أننا نناقش القضايا المتبقية مع الوسطاء كما نفعل مع إسرائيل. كيف يمكننا أن نصل إلى هذه النقطة وأن يتم تنفيذ هذا المقترح الذي قد طلبنا به مسبقا؟ لازلنا نعمل على هذا السياق، ولكن الأمر يقع أيضا على الجانب الآخر. إن وزارة الخارجية قد طرحت بالطبع لا زالت هناك بعض الخيارات المتاحة. إننا نتواصل مع المواطنين الأمريكيين في لبنان ونحثهم في التواصل عن طريق موقعنا الإلكتروني، ونحن نعمل معهم لتوفير لهم المستجدات حول الرحلات المتاحة. نحن أيضا نتحدث مع شركات الطيران لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة لبنان، ونقوم بعرض كل الخيارات الأخرى المتاحة كما نفعل دوما في مثل هذه الظروف، ولكن ليس لدي أي مستجدات لأعرضها. ما كانت إجابة هذا السؤال؟ كانت هناك إجابة كاملة في الواقع. نحن لا نقوم بإخلاء المواطنين الأمريكيين من لبنان حاليا. إذن تابعنا هذا الجانب من المؤتمر الصحفي الذي يعقده المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر. يبدو أن العنوان العريض لكل إجاباته أنه من المبكر جدا، مبكر جدا عن أي شيء إلا فيما يتعلق بأنه ليس مبكرا أن تفعل إسرائيل وتستمر فيما تفعله. العنوان الأكبر كان أيضا في مجمل إجاباته أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لا يزال هذا الأمر هو الذي يتم التركيز عليه. حزب الله هو من بدأ في كل ما حدث منذ الثامن من أكتوبر، فيما أشار إلى في جوابه على الأسئلة فيما يتعلق بالحل الدبلوماسي، وهل هو قائم وهل هو مستمر. يقول أنه لا يزال على الطاولة، ولكن الأمر ليس مرهون فقط بطرف وإنما بالطرفين، وهل الطرف الآخر سيبقى ملتزما أو هل سيصل معهم إلى موضوع الحل الدبلوماسي. كما أشار ورمى الكرة في ملعب لبنان فيما يتعلق بمشاكل بالفراغ السياسي، وبأن من كان يمنع موضوع الرئاسة أو اختيار رئيس كان حزب الله في البرلمان اللبناني. و دائما الإجابة بمجملها تأتي من المبكر جدا الحديث أو النظر كيف سينتهي الوضع في لبنان وبالمقابل حكما في غزة.
هذا ونتابع معكم مشاهدينا إطلاق إحدى الرشقات الصاروخية من لبنان تجاه حيفا ومحيطها، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان صوب حيفا وأن القبة الحديدية اعترضت بعضها. إذن ما نتابعه الآن مشاهدينا إطلاق إحدى الرشقات الصاروخية من لبنان تجاه حيفا ومحيطها، حيث أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان صوب حيفا وأن القبة الحديدية قد اعترضت بعضها. وأرحب بضيفي الذي انضم إلينا أيضا السيد أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، إضافة لتجديد التحية لكل ضيوفي الذين هم معنا. سيد أشرف، استعداد إسرائيلي لغزو بري، هذا ما هو واضح، هل يزال هنالك وقت أو فرصة لإحلال السلام بين إسرائيل وحزب الله أم أن الأمور خرجت عن السيطرة؟ وفيما تقرأه بين السطور بما تحدث إليه ميلر، هل من الواضح أن أمريكا صادقت على هذه العملية البرية بشكل أو بآخر؟ يسير كل عرضة بصدى الضيوف بكل تأكيد يحصل على هذا السيناريو مشاركة الأولى مع حرسة حرب غزة وتحس الفعل الإسرائيلي والطرف الأمريكي. يبدو أن الجانب الإسرائيلي لديه فرصة فيما يتعلق بإطالة أمد هذه الحرب في جنوب لبنان، وأعتقد عندما اتخذ القرار في الكابينت الإسرائيلي قرر الجانب الإسرائيلي ونتنياهو تحديدا مع الكابينت أن يكون هناك حرب طويلة المدى، لأن هناك رغبة إسرائيلية ليس فقط فيما يتعلق بتوجيه بعض العمليات العسكرية من خلال الدفاع الجوي والقصف الجوي، لكن يبدو أن هناك رغبة وتصميم إسرائيل هذه المرة على نزع كثير حزب الله في لبنان من خلال إنهاء الجسم العسكري أو الكيان العسكري لحزب الله في الجناح العسكري، وضرورة أن يكون هناك تحويل حزب الله إلى حزب سياسي في قادم الأيام، ولذا هذه العملية ستطول عدة أسابيع طويلة ومطولة، لأن الاجتياح البري المخطط له والذي سيحدث بين فينا وأخرى طبقا للصحافة الأمريكية واشنطن بوست بعد عصر اليوم أكدت أن الجانب الأمريكي قد أعرض طول أخضر لحكومة نتنياهو من سيادة الغاز والبري في عملية كل عملها محدودة، لكن أعتقد نتنياهو سوف في عام 1980 غزا حزب إسرائيلي غزا في لبنان ب 120 ألف جندي، في حرب 2003 غزا ب 80 ألف، أعتقد هذه المرة ستكون من 40 إلى 50 ألف كما في الحالة الأولى، ولم يتم توسيع رقعة المواجهة البرية في قادم الأيام لأن أمام نتنياهو أمد طويل من الوقت يستطيع من خلاله أن يتعامل مع صواريخ حزب الله وتحرص المواجهة وينزع فتيل الجسم العسكري أو الكيان أو الجناح العسكري لحزب الله. يبدو أن الجانب الأمريكي كما فعل في غزة وفي رفح وأيضا ممر سليم وغيرها سيفعل وسيغض الطرف عن ممارسات إسرائيل وسيعطيها الضوء الأخضر، وحتى مبعوث وزير الخارجيه الفرنسي اللي ذهب اليوم الى باري الى بيروت والتقى نبيه بري وايضا السيد نجيب ميقاتي خرج عن بعض التصريحات العامه، لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون في اطار محدد لفعل امريكي فرنسي اوروبي في المرحله الحاليه، يبدو ان كل الاطراف من فعل الجانب الامريكي اعطى فسحه من الوقت لحكومه طيب. نتنياهو والجيش الاسرائيلي حتى يلعب دورا كبيرا في تغيير المعادله داخل جنوب لبنان كما فعل مع حركه حماس وقضى على ما يقارب 80% من القوى العسكريه لهذه الحركه حتى الان، ويبقى ايضا ان المجتمع الدولي ربما يكون رفع الغطاء عن حزب الله واعطى لاسرائيل كما تسعى اسرائيل في هذا الشان لمزيد من العمليات العسكريه حتى تتوافق وتتلائم مع كثير من المظلوميه الاسرائيليه من قبل نتنياهو واذا المجتمع الغربي والولايات المتحده الامريكيه، وهذه الاداره اداره ضعيفه، اداره بايدن ليس لديها فسحه من الوقت تستعد للانتخابات ومنشغله في الانتخابات الداخليه، وبالتالي ستغض الطرف وتفسح المجال امام نتنياهو لعده اسابيع مطوله حتى يتعاطى مع حزب الله ويغير المعادله من حزب عسكري او قوى عسكريه الى حزب سياسي في قادم الايام. ستغض الطرف. بهذا اتحول الى سيد سركيس وزير الخارجيه الاسرائيلي الذي كان يتحدث بانه التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الامن فيما يتعلق بلبنان هو وحده من سيؤدي الى او سيحقق وقف لاطلاق النار. إسرائيل التي تغتال، التي ترتكب جرائم، التي يديها ملوثة بدماء في غزة وفي لبنان، تتحدث عن قانون دولي وقد خرقته من بمختلف تراتبياته وبمختلف مسمياته. سيد سركيس، طيب يعني عن أي قانون دولي نتحدث مع إسرائيل اليوم؟
لا طبعا، أنا برأيي هناك انحياز كامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، فهي فعليا تقف إلى جانبها وتغطيها. والدليل على ذلك بأن حتى الأقرار 1701 أكدت الحكومة اللبنانية بأنها تؤيده، وحتى حزب الله استعداده لتطبيق هذا القرار والقرارات الدولية الأخرى. ولكن الذي رفض ذلك هو نتنياهو، لعرقلة مشاريع الديمقراطيين لإظهارهم بأنهم عاجزون عن تحقيق أي وقف لإطلاق النار. حتى مشريع وقف إطلاق النار لمدة 21 يوم الذي رفضها هي إسرائيل وغيرها. لذلك أنا برأيي ما تقوم به الولايات المتحدة الآن هي إظهار المؤسسات الدولية بأنها عاجزة عن القيام بدور فاعل. لذلك هي سخفت المحكمة الدولية ومجلس الأمن والقرارات الدولية وكل المؤسسات الأممية، مما يعني يربك، يعني أوجد فراغ على المستوى العالمي، لأنه لا يوجد مرجعية قانونية شرعية تستحق قادرة على تحقيق العدالة أو إلى ردع المعتدين أو الجرائم التي ترتكبها إسرائيل أو غيرها. وأنا برأيي هذا سيخلق مشكلة دولية، لأن العالم لا يستطيع أن يستمر بهذه الفوضى، بهذه الوحشية، بهذا الأسلوب الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وتغطيه من أجل تغطية إسرائيل. طب ألا ترى أن جزءا كبيرا من هذا العالم منسجم مع كل هذه الفوضى وهذه الدموية التي تقوم بها إسرائيل ومن خلفها أمريكا؟ صحيح، هناك عدد كبير من يعني غرق، لأنه ليس لهم أي دور أو فعل، هم يكتفون بالحياد أو بالتفرج أو بالصمت بس. ولكن أنا برأيي هي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي التي تطرح نفسها بأنها تدير شؤون السياسة الدولية العالمية، وبأنها هي القطب الأوحد، وهي لا تريد أن تتشارك مع أي دولة أو مع أي قوى أخرى من أجل إدارة هذه الأمور. بالنتيجة هي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن هذه عن هذا الموضوع. أعذرني سيد سركيس، إلى سيادة العميد أندري، ولكن المسؤولية أمام من التي تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية؟ أمام من؟ علينا أن نعلم جيدا أن الولايات المتحدة لا تمانع القضاء على حماس، ولا تمانع القضاء على حزب الله، ولا تمانع حتى القضاء على القدرات النووية الإيرانية. إنما كل ما يهمها من هذا الموضوع هو ضمان إسرائيل باعتباره مصلحة وطنية عليا للولايات المتحدة الأمريكية. وكل ما تقوم به إسرائيل طالما لا يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة أو إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط فهو مسموح به ومسموح الذهاب به. كل ما يهم الولايات المتحدة هو أن لا تؤدي المواجهات إلى اندلاع حرب إقليمية شاملة قد تؤثر على الاقتصاد وعلى أسعار النفط، مما سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي، مما سيؤثر لاحقا على الناخب الأمريكي. كيف يمكن ضبط هذا الأمر يا سيادة العميد؟ كيف يمكن ضبط أن لا تذهب المنطقة إلى حرب شاملة؟ هل المفاتيح بيد أمريكا؟ في ظل المشهد الجيوسياسي أنا لا أرى أن هناك احتمالية للذهاب إلى حرب إقليمية شاملة إلا إذا قررت إسرائيل الذهاب إلى إيران ودار قدرات إيران النووية. هذا هو الاحتمال الوحيد، وكل ما عدا ذلك يبدو أنه هو منضبط ضمن سقف المعارك العسكرية التي تبقى دون الذهاب إلى الحرب الشاملة. لذلك اليوم من يريد الذهاب إلى الحرب الشاملة؟ في محور الممانعة لا يوجد إلا إيران، وإيران لن تذهب من تلقاء نفسها إلى الحرب الشاملة، لأن هناك الكثير من المخاطر التي قد تتعرض لها. هي لن تستطيع الوقوف بوجه الدعم الدولي غير المسبوق لإسرائيل من قبل حلفاء إسرائيل، إن كان أمريكا أو غيرها. نحن شاهدنا عندما حاولت إيران الرد وتوجيه ضربات لإسرائيل، رأينا كيف تأهبت كل القدرات الجوية لدول التحالف الغربي للدفاع عن إسرائيل، وهذا يبقى قائما. لذلك سقف الموضوع هو عدم الذهاب إلى تصعيد في الشرق الأوسط يؤدي إلى حتى مع الاجتياح البري للبنان. سيادة العميد لا سمح الله، حتى مع الاجتياح البري ستترك لبنان لوحده؟ ستبقى الأمور مضبوطة؟ في موضوع لبنان أمريكا لا تمانع القضاء على حزب الله، إنما تتحفظ على مدى تأثير المعارك البرية للعدو الإسرائيلي إلى زعزعة الاستقرار داخل لبنان، إلى عدم قدرة الجيش اللبناني للوقوف بوجه الهجمات البرية. هي تخشى انحلال الدولة، ما هو متبقي من معالم الدولة من جيش ومؤسسات، هذا ما تخشى عليه أمريكا، وحتى دول أوروبا تخشى أن تنهار الدولة اللبنانية.
حزب الله لم يتأثر بأي هجوم بري، هو يستعد لعمل مقاومة. هكذا كانت نشأة حزب الله من فعل المقاومة وفعل غياب الدولة. أما ما هو على المحك هو هل تستطيع الدولة اللبنانية الصمود والبقاء على قدرة إدارة الدولة مع الانحلال القائم حاليا، هل تستطيع الدولة الصمود وعدم انسياب المخاطر لجهة النازحين باتجاه أوروبا أو تأثير ذلك على الجيش اللبناني الذي يعتبر العمود الفقري بأي حل مرتقب للمرحلة القادمة. هذه هي المخاطر التي تخشى الولايات المتحدة من أن يتم القضاء عليها. أما فيما عدا ذلك هي لا تعارض سقوط الضحايا. أكثر من 40,000 شهيد في غزة لم يؤثروا على الرأي العام العالمي. أكثر من 1,500 شهيد وقعوا خلال أقل من أسبوع ولم يحركوا ساكنة. كل ما نراه هو اليوم شراء مزيد من الوقت لمصلحة إسرائيل لتستطيع تحقيق أهدافها العسكرية بأسرع وقت ممكن، علها بذلك ترغم حزب الله أن يقبل طوعا أم قصرا بالشروط الاستسلام أو الإذعان التي تحاول فرضها. حتى أن الجهود الدبلوماسية التي تجري في هذا اليومين لمحاولة إيجاد حل دبلوماسي إنها شروط إذعان. لم نجد أي حل دبلوماسي مقبول يؤدي إلى إنهاء النزاع من جذوره. الموضوع ليس موضوع تطبيق 1701، الموضوع هو كيف سنذهب إلى حل السلام الدائم والعادل والشامل. كيف سنلزم إسرائيل احترام سيادة لبنان، الانسحاب من مزارع شبعان، وهذا ما يجب التنويه عليه سيادة العميد في كل جولات هوكشتين عندما كان يتم الحديث بأن يعني كان يأتي وكانت معه الحلول وكانت معه الطروحات، التنويه والتأكيد بأنها لم تكن بما يناسب لبنان وسيادة لبنان في كل ما تم طرحه من تفاهمات يمكن أن يفضي في لحظة ما إلى وقف إطلاق النار. وبالتالي يجب الوقوف عند هذه النقطة من أجل مواجهة الاتهامات التي كانت تلقى على الجانب اللبناني. صحيح، حتى 1701 يبدأ في أول نقطة منه بوقف العمليات القتالية وينتهي في آخر نقطة. نعم. الذهاب إلى حل مستدام للصراع، جذور الصراع بين لبنان وإسرائيل. طيب. بهذه دائما نحن نتوقف نعم سيادة العميد، نحن دائما نتوقف عند حلقة وقف العمليات القتالية ولا نذهب مباشرة إلى الحل الدبلوماسي المستدام، وهذا هو عيب في مفهوم المقاربات للحلول الدبلوماسية. إذا لم تبذل الدول جهدا ملموسا في إرساء حل شامل على قاعدة مبادرة المملكة العربية السعودية في 2002 اللي هي قيام حل الدولتين، نحن أمام عادة حلقة من العنف ستتجدد وستتكرر كل عقد من الزمن. بهذا أذهب إلى الدكتور حامد بالحل الدبلوماسي غير المنقوص الذي يحترم سيادة الدول. ومع هذا يعني مسؤولين أمريكيين يقولون بأن إدارة بايدن تخشى من هجوم إيراني، تعمل مع إسرائيل على الدفاعات في موضوع الحل الدبلوماسي أم نتوقع استمرار الحرب. إن كانت أمريكا وإسرائيل تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، أليس من المفترض بالأطراف الأخرى بشكل أو بآخر أن تنتفض وتقف ويكون هنالك احتمالية لعمليات عسكرية ولحرب، وهل هو متوقع اليوم أن نتحدث عن هجوم إيراني بالفعل؟ سؤال مهم جدا يا فندم، لأني إذا أردنا البحث عن السلام، السلام من أطراف وليس من طرف واحد. دائما القوى العربية والإسلامية تجنح إلى السلم وتجنح إلى أن يكون هناك توافق بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وتنفيذ مبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية بجوار دولة إسرائيلية ويتعايشان في سلام. ولكن السؤال الأكبر والأهم، هل إذا وفرت القوى العربية الأمن والسلام لإسرائيل، هل ستعترف إسرائيل بشكل قاطع وتقوم بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية؟ الإجابة لا، لأنه ليس لدى إسرائيل الإرادة السياسية اللازمة، بل إن الشعب الإسرائيلي الآن وبعد ما يقوم به نتنياهو تحول
إلى أقصى أقصى اليمين وأصبح جزء من يعني عدم تنفيذ وعدم إيجاد مبادرة حقيقية تدفع في اتجاه وقف إطلاق النار. ولنا في ذلك عندما قام نتنياهو بالعملية العسكرية باتجاه جنوب لبنان، شعبيته قد ارتفعت بشكل كبير، حزب الليكود يعني وصل بعدما كان قد تراجع بشكل كبير وصل إلى 29 مقعد، وإذا أجريت الانتخابات الآن يكون الائتلاف الحكومي لنتنياهو يحصل على ما لا يقل عن 60 مقعد في الكنيست الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن هذا النهج الذي اتبعه نتنياهو في الآخر في الفترة الأخيرة أظهر أن القوى الداخلية والداخل الإسرائيلي بدأ يمثل قوة حقيقية له ويدفع في اتجاه تنفيذ عمليات نوعية وتوسيع رقعة الصراع بشكل كبير. وده اللي بيظهر بشكل قاطع أن نتنياهو من وجهة النظر الإسرائيلية ومن وجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي يسير في الطريق الصحيح. طيب سأتحول أيضا بأقصى أقصى اليمين مع السيد أشرف بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله المرشد الإيراني خلع زيه المدني في إشارة إلى أنه سيرتدي الزي العسكري، والحديث عن اجتماع لقادة مجلس الأمن القومي الإيراني، هي إشارات فعلا باستعداد إيران لفتح جبهة مختلفة عن كل ما كنا نتابعه، أم هو سيبقى ضمن حيز معين وهناك استبعاد لرد إيراني خشية أن تشتعل المنطقة برمتها؟ بالتأكيد ما يحدث حاليا في إيران رد الأفعال سواء من حرس الثوري أو حتى من مرشد علي خامنئي يتنافى تماما مع التوجه الجديد في إيران مع انتخاب السيد مسعود بجسكيان، وأيضا ما جاء في خطاب الخارجية الإيرانية صباح اليوم التي أكدت فيه على أنها سترجع ضبط النفس وتلتزم بالحكمة أملا في الحفاظ على الأمن القومي في الإقليم. كل المؤشرات تصب في خلاف أن إيران ستتبع نفس السياسة ونفس الأسلوب ونفس الرمزية، سنذهب لقتال إسرائيل وضرب إسرائيل في الوقت والمكان المناسبين، وهذه الصيغة أصبحت مكشوفة وكاشفة لا يمكن التعويل عليها، بالإضافة لأن إيران تحديدا تعلم تماما أن هناك جهوزية إسرائيلية عالية بغطاء أمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية زادت قوتها والعداد والعدة في الشرق الأوسط وفي الساعات الماضية وفي الأيام الماضية، وبالتالي إيران لديها مشروع جوهري وهي الحفاظ على برنامج النووي الايراني، تحتاج الى 6 أشهر حتى تنتهي من التقسيم النووي بنسبه 90%، بالاضافه لان لديها اوضاع اقتصاديه صعبه للغايه تسعى الى احداث نوع من ردات الفعل الايجابيه في الشارع الايراني بعد انتخاب السيد مسعود بجسكيان، وبالتالي اي اشاره او تلويح بعمليه عسكريه باتجاه اسرائيل اعتقد انها في مكان غير مناسب وفي مكان اخر، ولا يمكن باي حال من الاحوال التعويل عليها، ستلجا كما فعلت مع قاسم سليماني الرجل الثاني بعد المرشد في يناير عام 2020 الى قصف بعض العمليات المسرحيه كما حدث في شهر ابريل الماضي، صواريخ هنا وهناك كما فعلت مع قاسم سليماني في قاعده عين الاسد دون ان يكون لديها تاثير ايجابي او على الاقل تضرب في العمق الاسرائيلي، بالاضافه لان ايران راغبه فعلا بشكيان الى ان يكون لديها حوار مع المجتمع الغربي، وهذا ما اكده من منصه الامم المتحده اسبوع قبل الماضي بفتح حوار لامكانيه ان يكون هناك بالفعل توافق حول برنامج النووي الايراني والعوده الى ما حدث في يونيو عام 2015 من اتفاق النووي والاتفاق الكامل الشامل بين ايران والدول السته 5+1 بما فيها المانيا، وبالتالي هناك كثير من المخاوف، واعتقد ان هذا الامر لا يمكن باي حال من الاحوال ان يخص في الاعتبار ان ايران ستضحي بكل برنامجها النووي ولا باوضاعها في ظل هذه الظروف لتذهب لحرب مع اسرائيل، خاصه مع شخص مثل نتنياهو متعطش للدماء لديه شهيه مفتوحه فعلا ونجح في غزه للاسف الشديد وينجح في لبنان حاليا، وبالتالي سيكون هناك حاله دبلوماسي لكنه سيتاخر بعض الوقت عده اسابيع حتى يحدث ضغط كما حدث في عام 2006 ويذهب الجميع الى تطبيق ما يعرف باتفاق 17-01 بشروط واليات جديده ان يكون هناك انسحاب اسرائيلي، انسحاب لبناني حزب الله الى ما بعد جنوب الليطاني، وان يكون هناك مجموعه من الشروط ولائحه مطالب اسرائيليه جديده اضطرت الحكومه اللبنانيه ان تنفذها، واملا ان يكون هناك بالفعل عوده لحوار وطني لبناني يصب في خلال انتخاب رئيس جمهوريه وانتخاب حكومه ثم البحث في الحفاظ على سياده الدوله اللبنانيه، وكل طبعا حزب الله سيتراجع كثيرا وقد كثير من قوات البنية العسكرية سيحتاج إلى عدة سنوات وما حدث من حالة فوضى جوالة الآن في مصر. شكرا أستاذ أشرف. على البنية العسكرية وما غير مؤهلة وقوة دفع إلا تنازل وقبول بشروط إسرائيل. شكرا لك، ويبقى يبدو أنه ما بين التوازنات والحسابات والرهانات سيبقى نتنياهو المتعطش للدماء والذي شهيته مفتوحة هو الذي يسود اليوم فيما يحدث جغرافيا وسياسيا على
مستوى العديد من المناطق الجغرافية، هذا ما نتابعه على الأقل في منطقة الشرق الأوسط. الشكر الجزيل لجميع ضيوفي ومن كانوا معي في هذه الحلقة، دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية لك جزيل الشكر، السيد أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام أشكرك، ومن بيروت كان معنا سركيس أبو زيد الكاتب والباحث السياسي أشكرك سيد سركيس، وأيضا العميد أندري أبو معشر الخبير في الشؤون العسكرية لحضرتك جزيل الشكر. ويبقى أن نشكر حضراتكم متابعينا ومشاهدينا، كنا معكم في هذا اللقاء من ملف اليوم، ابقوا دائما بخير في أمان الله.